اهلا وسهلا يا مرحبا، حياكم الله مشاهدينا الكرام. برنامج طايب اليوم ضيفنا غير ضيفنا، هذا الكرسي بصراحه راح يكون ضيفنا جمهورنا انتم المشاهدين. اليوم حلقتنا للجماهير هي عن رز الشعلان والطبخات اللي في رز الشعلان والحركات والبركات. ونحبوا ونرحب معنا فابو كريم الشيف. السلام عليكم. السلام عليكم اخ هليل، شو اخبارك؟ حياك الله. أهلا طيب وسهلا. شرفتنا. كيف الله الحال؟ الله يديم شرف. شو اخبارك انت؟ الحمد لله طيبين، نشكره ونحمده بخير. اليوم عندنا رز الشعلان ابو كريم، ومثلك عارف ايوه رز الشعلان نحتاج الى طبخه اليوم مميزه برز الشعلان. والله يا طويل العمر عاملين من رز الشعلان نوع من الرز الخفيف النظيف اللي بيحبه قلبك. يا سلام، كثير طيب وبنفس الوقت سهل. شوف شو مكونات، شويه فلفل ملون، شويه بصل، يا سلام، وشويه مرق لحم مع الطماطم. بسيط بسيط، لكن شوف هون عامل نسخه منه انا هيك مع لذة. ايوه شايف اجمله ما شاء الله. هذا رز الشعلان رح نعمله بالخضره. بتعرف الخضره؟ ايه. بتعرف ليش انا عاملين ورق عنب؟ ورق عنب مع الريش. الله اكبر. ومع الرز يلي نحن هنقدم يعني صنف اخر اضافي مع الرز. يا سلام. لكن ورق العنب كمان هون عمل نسخه عنا. شوف بتعرف ورق العنب بياخذ وقت، وبالتالي ما شاء الله. شوف ورق عنب باللحم. هذا جاهز الحين؟ ايه جاهز. خلص عشان اركز، عشان اخذ سفري ولا عشان حبيت اتقهوى بس. طيب اوكي. رح نبدا نشتغل بالرز. اليوم نبغى نشتغل شغل مرتب يا ابو كريم زي دايم. أيوة. شغل سريع والجمهور يستاهل كل خير لا شك. شوف. نذكر مشاهدينا ان التواصل راح يكون عبر حساب انستغرام اللي هو برنامج اطايب. برنامج اطايب. الله يحييكم. بشتغل انت بالرز، انا بشتغل بشو بالورق. اول خطوه حطينا البصل. حطينا البصل فوق قليل من ملعقه او نص من السمنه. طيب البصل كم كميه؟ سمنه بقري، حبه كبيره من البصل مقطعه جوانح او سلايس. اوكي بالاضافه للبصل اللي ضفناه فوق السمنه. عندنا القليل من عصير الطماطم. ممتاز. عندنا الفلفل الملون معروف، كذلك الفل الشطة اختياري. شطة اختياري. أيوة. هذا فيك تحط. مو اختياري، اجباري. طيب اجباري. كذلك هون عندنا من المرق اللحم مضاف له الثوم. بالاضافة الى الثوم البهارات الحرة. يا سلام، مشان انت تاكل ثوم بسيط. يا تسلم حبيبي. تسلم. أوكي. تسلم تسلم. انت بتشتغل بهيدي الطنجرة وانا ببدأ بشتغل بشو ورق العنب. ورق العنب ابو كريم، هل له انواع متعدده افكار ثانيه ولا هو غالبا واحد؟ لا وين، لانه سبحان الله يختلف الذوق في الورق العنب. لا ورق عنب يعني الاساسيات هي ورق عنب باللحم. ورق عنب بالريش على ريش. ورق عنب على دجاج. ورق عنب بالزيت اللي هو يؤكل بارد مثل الحمص والمطبل. بالاضافه الى المثلثات ورق العنب. اذا رح نعملها كلها هذه ان شاء الله. ونبدا هلا نحضر الحشوه. فوق مقدار من الرز المصري راح نضيف مقدار مماثل من اللحم المفرومه. ما شاء الله. اوكي وبنضيف البصل هذا لغايه ما يتحمر، لا يذبل، مقدار من الملح او ما يلزم من الملح، وملعقه صغيره من البهار الاسود، ومنضيف من البهار المشكل كمان فلفل اسود. فلفل اسود وبهار مشكل. وفوق هدول البهارات راح نضيف تقريبا ثلث كوب من السمنه البقريه لفوق. اللحمه والرز. يا سلام. منضيف مقدار ملعقه صغيره مليانه من معجون الطماطم. Thank you.
كيف البصل معك ماشي حالك؟ ماشي. بنضيف ثلاث معالق كبيرة من هذا العصير الطماطم، وبنمزج مع بعض لتتداخل هذه المكونات كلها مع بعض، الرز واللحمة والطماطم وبكافة البهارات والملح يلي حطيناها. من الأفضل نترك هذه التتبيل أو هذه الحشوة لفترة حوالي نص ساعة أو 40 دقيقة بالثلاجة، بحيث الرز يمتص النكهة والتتبيلة كلها، وبالتالي نحصل على هذه. أنا مخلي جزء من الحشوة يلي سبق وصويناها قبل وقت، الحجم حبة الرز كبرت، ومن ناحية ومن ناحية ثانية تداخلت كافة مكونات الحشوة مع بعض. ممتاز. هذه مرحلة إعداد الحشوة صارت جاهزة من بعد ما تبلناها وخليناها على جنب. مشاهدينا الكرام، نذكركم أن كل خميس هي حلقة الجمهور اللي دائما مميزة بمشاهداتكم، ملاحظاتكم، أفكاركم، صور الطبخات اللي تطبخوها اللي تطبقوها معنا في البرنامج. فإحنا نتشرف أن ننشرها في القناة من حساباتكم المحترمة جدا جدا جدا. استخدم فرن التقنية يا أبو كريم. أيوة أبو كريم، في ناس في ثقافة جاية تقول إن أيوة إن الطبخ على النار الغاز أفضل من الطبخ على الكهرباء. لا، الأفضل من هذا كله الحطب. إذا بدك تحكي الأفضل بين الغاز وبين الكهرباء، أيوة هو الأفضل الحطب. الحطب أي طبعا. طيب وبعدها؟ ولكن الآن يعني أنت ما فيك يعني تولع الحطب دائما ببيتك، صح؟ أي عدة أسباب تمنعك أنك تستعمل الحطب، وبالتالي ما عندك خيار إلا تستعمل الغاز اللي هو أكثر الناس أو الكهرباء. الكهرباء إيش أفضل أنت من ناحية الطبخ؟ لا، اثنيناتهم لهم كل واحد لها ميزة. إيش ميزتها؟ ميزة الغاز إنه فيك تتحكم أكثر فيه بالحرارة. يا سلام. لكن سيئاته بعض الأحيان بيصير يوسخ القدور أو شحتر، بمعنى إنه بيصير يتحول الكعب الطنجرة مهما كان الغاز نظيف أو الغاز اللي عم تستعمله جيد، بيصير لون التنجر من تحت أسود. الكهرباء لا، بالرغم إنه فيك تتحكم فيه، لكن بالنسبة للحرارة لكن مش مثل الغاز، لكن ميزة إنه على النظافة. ما يأثر فيه. أيوة. طيب طعم النكهة ما لا ما بغير. الغاز والكهرباء ما بغير، بغير الحطب. حطب بس. لا أنا راح نضيف بهذه الطنجرة إذا حامل فيها. لكن الشاي الجمر غير يختلف. كنت ما بالك في الجمر طبعا. الشاي. تفضل ايش؟ راح نضيف هون الريش يلي تبلناها بقليل. نضيف على ايش؟ نضيف هيدا على الطنجره نحمرها لنعمل الورق عنب. نحط زيت طيب ولا بدون زيت؟ لا بدون زيت، لان هي اصلا تبله بقليل من الزيت، عليها رذاذ الزيت وقليل من معجون الطماطم وقليل من البهار والملح. ممتاز. نخفف النار تحت الورق عنب هونيك اللي قرب يصير ناضج. ونبدا تحمير هيدي الريش. يا سلام. البصل نضيف عليه شيء؟ لا. أي نضيف الفلفل. الآن نضيف. أيوة. فلفل البارد. نضيف الفلفل الملون. كله. أيوة. نقلب فيه كذلك الحر. ليش؟ الفلفل الحر اللي أنت بتحبه. أبشر أبشر أبشر. كله؟ أيوة أيوة. شكرا، أشكرك على دعمك. نقلب فيه هون. وبنفس الوقت رح نبدا نجهز. فظيع انت معلم. تسلم حبيبي. ما شفت شيء عشان السيل يقتنع بس. هذا معلم كبير انت. كيف الشغل؟ مهم. يا اخي هذه زي الاكلات الصينية ها؟ الطبخة؟ ايه هذه احسها كذا نفس لا هذه الطبخة يعني نحن مش بنستعمل فيها بنلاحظ لا طيور ولا لحوم ولا اسماك، بس اخذين مرق اللحم يلي هو هون. شوف هذا مرق اللحم. ممتاز. يلي راح نضيفه بالاضافة لعصير الطماطم والطماطم مع البهار يلي هيدا على جنب. يا سلام علينا يا ابو كريم، صراحه مسوي لك دوتو في المطبخ. ايوه ولا احلى. ما توضحوني معكم مطبخ مريض؟ مريض والله. اتشرف يا اخي. الله يسعدك يا حبيبي.
الحين احنا ما زلنا الان جهز. أيوة. شوف الان هاي المرحله. نعم. بدك تضيف الطماطم المبخر، صلصه الطماطم المبخره كلها. ايوه، وقليل من الثوم فيها. ايوه. اوكي. كذلك تضيف عصير الطماطم. كان برضو كله؟ ايوه. ما شاء الله عليك. تمام. فنان فنان انت، فنان يا هلي، فنان مرة. تسلم 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 يا ابو كريم. ونقلبها كمان. قلبها. اها. اوكي. الان شو بناخذ؟ ناخذ جزء من هذا المرق اللحم. ايوه. بنحطه فوق الخضرة. كويس. وبنغطي الطنجرة يغلوا مع بعض فترة بسيطة. بعدين نشوفكم عاملين مغسلين رز الشعلان. يا سلام. ونقعينه ساعة. ساعة بالمي. خلاص خضرة. انا رز الشعلان خضرة. عم بقول لك ما بتصدق. يا سلام. اوكي. شفت ريحة، ريحة التحمير هون شو لاحظ؟ الله. هذا الريش بدأ يتحمر، رح ننقله للثاني طرف والثاني ميل. هذا نغطيها؟ ايوه. هذا الغطاء هون من هنا. وين الغطاء؟ هذا الغطاء. اوكي. شوف شوف استاذ وجيه حريص يصورك خطوه خطوه. شوف ما احسنه. وجيه معلم معلم بحب الطبخ. ايوه. توصف فيه طيب دائما بيجي. خليه يجيب ولده عشان يقول يستمر معنا. نبغى نسوي فكره طبخ للاطفال، ايش رايك؟ والله فكره. يلا ممتازه. يلا استاذ وجيه جيب ابنك بكره مشان نعمل له اكل اطفال اربع خمس انواع. ها وجيه جاهز؟ حجيب وجيه. شوف الان هذا من بعد ما تحمر الريش نحن عم نعمل على فكره نفس النسخه اللي نحن هون مسويينها وجاهزين، لكن ما مش حنتعدى او نتجاوز اي مرحله من المراحل. من بعد ما حمرنا الريش رح ننقل هيدي الطنجره نحطها هون، نجيب طبعا حتى ما تحرق الطاوله. ما شاء الله صراحه. أوكي. المنظر حطها هون لذيذ حبيبنا. حطها. ايوه بالضبط. وبعدين ليش ما خليناها تتقمر زياده؟ لا تحمرت بس تحمير خفيف. تحمير لانه الان شوف الريش بطبيعتها طريه. طريق. الريش يعني هو ظهر الخروف، اخذين منه جزء من العظم على سبيل الزينه ونكهه العظم كمان نكهه اللحم. الان هيدا رح نص تحمير او نص استواء رح نحن نستويه بالكامل. الورق عنب بده حوالي ساعة او ساعة ونص. أيوه. ساعة ونص على نار خفيفة لا ينضج. هلا انت لما انا عبي هيدا ابدا لف الورق العنب، شو رايك اذا تبدا شو تعمل؟ ها تسكبهم. اسكبهم وين اسكبهم؟ شوف شو اسكبهم بس بطني. انا بدي اقول لك وين. شوف هيدا اول شيء نشيك على ما شاء الله حار. هبي دقيقتين المفروض نحط الرز. هاي انت بدك تطبخ الطبخه، لكن شو ناقصها بعد؟ ملح. اذا بدك تحط ملح على كيفك. شر كنا نحط ملعقتين ملح. اي ملعقتين وربع. وربع. ايوه بسم الله. بس تعيد الخطوات علشان هي. الناس يكونوا معنا في الصوره. طيب بالنسبه للرز نحن اللي التحق فينا بهيدي اللحظه ضفنا فوق السمنه البصل الفلفل الملون الحر حسب الرغبة، ضفنا عصير الطماطم والطماطم اللي منكه بالبهارات والثوم. حلو. بالإضافة لمقدار من مرق اللحم لفوق هذه الطنجرة. حطينا الملح. حلو. الآن الرز بدك تجيب الرز. أبشر أبشر يا أبو كريم. الرز 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 الشعلان. الرز الرز الرز. أيوة. يا سلام. حطينا الرز نقلب فيهم شوي. بعد بحاجة لكوب ونص من المي او من المرق. من المرق. معقولة يعني الحين احنا. يا سلام يا سلام. هيدا صار يكفي لينضج الرز. تسلم تسلم تسلم. اوكي خلاص نحرك كمان. لا هلا قلبوا تقليب سريع وغطيهم. أبشر. لما يبداوا بالغليان بنقلبوا مره واحده ونتركهم ينضجوا على نار. ابشر هيبي. ابشر ابشر ابشر. غطاها. مالك هم مالك هم مالك. وراح ما مع حتى هور بدك تسكب انت ورا العنب. بدك تسكب انت. ابشر ابشر اليوم يومك يا ابو كريم. هلا والله هلا. اليوم يومك اللي تامر فيه. ايش تبغى بعد؟ شوف تحت انا بهيدي الطنجره. انا عارف انت ما بتحب الريش، بتحب البطاطا. يا سلام. انا حاطط تحت الريش بطاطا.
لما توصل للبطاطا اذا بتوصل للبطاطا ايوه هذول هي بتحطهم سفري او مسلم 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 ايوه بتحط كلهم هون بعدين نحن والفريق العمل كله شوف باذن الله الان شو رح تعمل لحتى ما تحرق حالك فيك تستعمل هيدي الطريقه وفيك تستعمل هيدا الملقط الاخف الاريح لك نعم اوكي هيدا لقطة نستعمل بهذه الطريقة حلو سهل أيوة. ايه شوف الريش بدا يبين الريش انت البطاطا تحت الريش يا سلام اوكي لحتى ساعدك شوي وتخلص من انا من هذا المرق لاخذ جزء منه خلينا نخلص من هذا جزء من المرق على فكره هذا المرق ينفع شوربه من ناحية الشوربة ومن ناحية تانية فينا نعمل منه رز فينا نعمل منه شوربة فينا نعمل منه صلصة أنواع متعددة يا سلام عليك أوكي هذا إيش اللي بيتو هذا لأنه سكرنا الحساس تبعه طيب عشان أثبت لك إني رجل عملي جدا أنا ما أنا بشهد يعني هذا تسلم هذا يعني خالصين منه مرحلة تانية عملي طيب. وفنان وشاطر وكل شيء تسلم 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 يا ابو كريم وعشان هيك بدنا نطلع فاصل. على الفاصل شفنا. لاني فغصت واحده من وراء العنب ايوه نطلع للفاصل نشوف التقرير ونرجع بعد التقرير هذا البرنامج برعايه رز الشعلان من زمان أحباب قصر الأواني جهتك الأولى للتسوق مطاعم ماريز التفرد بالطعم والمكان كينوود إبداع أكثر الوكلاء شركة أحمد عبد الواحد نشوء الفجل في البداية في الصين ومناطق وسط آسيا وصولا إلى بحر قزوين ويذكر أيضا أنه كان ينمو في مناطق حوض البحر المتوسط منذ القدم فقد كان طعاما شائعا لدى المصريين قبل بناء الأهرامات كما أنه من المحاصيل التي تمت زراعتها منذ العصور القديمة في واحات الصحراء الإفريقية كمالي بينما استمد اسمه العلمي من الحضارة الإغريقية والتي تعني سريع النمو كما أنه كان شائعا في الحضارة الرومانية لكنه لم يصل إلى بريطانيا قبل القرن الخامس عشر فقد ورد أول ذكر للفجل في كتابات جيرارد عام 1597 وقد ذكر في كتاباته أربعة أصناف من الفجل يعد الفجل منشطا جيدا للشهية كما أنه يساعد في عملية هضم الطعام وسهولة مروره في الأمعاء مما يساعد في التخلص من الإمساك وعصير الفجل بصفة عامة ملين ومدر للمرارة ويمكن وصف أوراق الفجل وبذوره وجذوره لعلاج الربو ومشاكل الصدر بشكل عام كما أنه يذيب الدهون وبالأخص الدهون المتراكمة عند الأرداف كما أنه يحتوي على مادة ريفاناين المضادة للبكتيريا والفطريات والأورام
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وقد ذكر العالم الروسي هيزمان في كتابه هيزمان للفواكه والخضر والأعشاب أن هذا المركب الكيميائي ريفاناين الموجود في الفجل يساعد على توازن مستوى هرمون الغدة الدرقية، فعندما يوجد هذا المركب بشكل كاف في الدم فإن الغدة تصبح أقل احتمالا للإفراز الزائد أو الناقص للهرمونات. هذا البرنامج برعاية الرز الشعلان من زمان أحباب، قصر الأواني جهتك الأولى للتسوق، مطاعم ماريز التفرد بالطعم والمكان، كينوود إبداع أكثر، الوكلاء شركة أحمد عبد الواحد. يا مرحبا ويا مسهلا، شرفتونا. احنا الان بنحط الريش، ابو كريم ما قصر معانا، ورق العنب حاطينه تحت وفوق ورق العنب بنحط الريش الجميله واللذيذه. يا عيني عليك، السلام عليك يا ابو. متعقد انت، متعقد. الله يخليك. يلا يعني اجيب العقد يا تسلم حبيبي. شوفوا كيف احلى بخور تتبخر فيه، النفس الجميل وريحه الطبخ اللذيذ اهو. فعلا هذه اكله ملوكيه، اكله كثير رائعه. طيب نرجع نكمل الخطوات عشان يعرفوا المشاهدين. ايوه الان يلا. نحن كنا قبل الفاصل
حمرنا ما شاء الله تبارك الله حمرنا الريش ممتاز بدون اي سوائل لانه اصلا الريش متبله بقليل من الزيت والبهار ومسحه او رداد الطماطم. نبدا بعمليه الحشوه. قلنا الحشوه من الافضل نتركها فتره بسيطه 40 من 30 ل 40 دقيقه ليمتص الرز النكهات وبالاضافه لكافه مكونات الحشوه. هيدي نحن تركنا لنا جزء من الحشوه لنوصل طريقه اعداد ورق العنب. الان ورق العنب في منه انا ابغى الفه يا اخي ما اعرف الف صراحه انواع. ورق العنب الطازه اللي هو جديد باول موسم العنب ورق عنب طازه معروف. نحن بحاجه نغسله اول شيء وننقعه بالماء المغلية حوالي دقيقتين ليطرى ويصير قابل للتشكيل. ننقعه ولا نغليه؟ لا نغسله وننقعه بالماء المغلية. هو حيطرى هلا في اذا كان قاسي تقلب الماء في يعني ثواني معدوده وتتركه وبعدين بتشيله وبتشيل الساق منه وبتبدا بعمليه لف. اللف في اكثر من طريقه واكثر من حجم. نبغى اول شيء اسهل طريقه. شوف اسهل طريقه اللي هي التقليديه العاديه اللي هي مقدمه نحن بماريز ورق العنب بالزيت البارد. بنحط جزء من الحشوه طبعا غير الحشوه هي طبعا تختلف كليا. بكل بساطه بنلفها ونطويها من الجهتين بس وبس. لكن هون لحتى نعمل فاصل بين الريش والورق اللي بنحطه من الافضل نحط ورقتين فاضيين بهذا الشكل. ليش؟ فوق الريش عشان يمسك يعني الورق اللي فوق. مش يمسك اول شيء منشان ما تغرق ورقه العنب على قاع القدر وتلامس القدر. عرفت؟ من ناحية، من ناحية ثانية بتعمل فاصل لما تشيلهم ما نحن شلناهم هلا ما تخسر ولا حبة. صح. أو تحط طبقة بطاطا ما نحن حاطين قلت لك حاطين بطاطا. صح. ما بدك البطاطا؟ إلا بدنا بطاطا. أوكي. وينها ما حطيتها في القدر هذا؟ لا ما بقول لك ما فيك تحطها فيك ما تحطها. يعني بخياري. أيوه. بس أنا بعرفك بتحب البطاطا حطيت لك البطاطا لك. تسلم يا حبيب قلبي. أوكي. يا سلام. الآن هيدا الطريقة التقليدية العادية، في طريقة ثانية رح نوصلها. طبعا إذا غرقت الورق العنب يعني ما عندنا استعداد أن نساعدكم في استشارة في برنامج طايف في حساب انستغرام. مرحبا فيكم يا هلا ومسهلا. أهلا أهلا وسهلا. نرجع نذكركم أن اليوم الخميس وكل خميس هي حلقة للجمهور مع رز الشعلان. طبخ وتطبيق طبخات البرنامج ومشاركاتكم وصور طبخكم في انستغرام على كيفكم. اوكي تفضل ابو كريم. زاد الله فضلك. طيب انا اجرب انا بس خليك تجرب. الان الطريقه الثانيه اللي هي طريقه المثلثات الورق العنب. ايوه نلفها لبطن حبه ورق العنب للداخل. أيوة. اول شيء لازم تكون حبه الورق العنب الناحيه من المالسي او الناعمه في الورق العنب طبعا مثل اي شيء الوج وقفه. حلو. عرفت كيف؟ الميلة الناعمة المفروض تكون ل ناحية الصحن أو الطاولة. هيدي الناعمة. الناعمة اللي ما فيها الجذور. وهذه الخشنة. حلو. الخشنة لناحية فوق الصدر ناحية الوجه يعني. والناحية الناعمة لناحية الطبق لتحت. حلو. هيدي لنا الطريقة، الطريقة الثانية اللي نحن رح نشتغل فيها إن شاء الله بالحلقات الجاية. من جهة لا. طريقة اللي هي مثلثة مثل السمبوسة، رح ناخذ جزء من هيدي. طبعا نحن هلا عم نغري او بنشجع المشاهدين، حيكون عندنا أكثر من نوع ورق عنب، رح نقدمها مثلثة بهذا الشكل. كبيبة حائل قريب بتعتبر من أنواع ورق العنب؟ لا، كبيبة حائل تجي كورية. أيوة. نص كرة. أي بس وش هي تعتبر لا. ورق عنب ولا بس طيبة؟ كثير طيبة. مرة مميزة. كثير طيبة، وسهلة. وهي عبارة عن فنجان قهوة عربي. فنجان قهوة العربي العادي بتحط حبة ورق عنب داخل فنجان العربي العادي بهذا الشكل. أيوه. وبتاخذ الحشوة. أيوه. هيدا بترجع بتلفها بتصير صرة هيك. أيوه. هيك بتصير صرة هيدي تبع. أيوه. كبابة حائل. أيوه. بتقدمها بهذا الشكل لما تنضج هيك شكلها النهائي بيكون. مش هيعطيك طيب عندها. احنا ممكن نقدمها في حلقة من الحلقات جدا. الورق عنب كثير كثير فيك تشكل فيه، فيك تعمل منه انواع متعدده، سلسله من الانواع مثله مثل المحاشي، مثل المحاشي طبعا فيك تضيف له اي نكهه، فيك تعملها باي طريقه سواء كانت باللحم او بالخضره او بالدجاج. عرفت كيف؟ نرجع نستمر.
واللي التحق فينا بهذه اللحظة بالنسبة للمثلثات الورق عنب، من الأفضل يكون حجم حبة الورق عنب أكبر من هذه شوي، أو إذا كان هذا الحجم بكل بساطة بناخذ ورقتين من ورق العنب بيطلع ثقيل. لا ما بيطلع ثقيل، هذا خفيف أصلا، هذا أصلا خفيف، لكن هاي الورقة كبيرة كويسة، نطويها هذا الشكل، هذا مثلث، ايه مثلث زي السمبوسة، زي السمبوسة. بعدين بناخذ جزء من الحشوة بنحطها بالوسط ونتعامل معه كان عم نشتغل بالسمبوسة بالضبط. يا سلام، هيك صار لنا ورق عنب على شكل السمبوسة. نستمر بنفس الطريقة. أما المرق الصلصة اللي مطبخ فيها ورق عنب كمان مهمة. صلصة ايش؟ المرقة، ما كيف نطبخها هاي؟ نحضر المرق، مرق ليه نستعمل مرق اللحم. أيوة أنا هون خلي إذا معي من المقدار أخذنا منه جزء للرز. أيوة، لكن شو بنضيف له؟ فيك تضيف نكهات متعددة، منها تضيف الكراوية. ليش؟ الكراوية. إيش الكراوية؟ كراوية شكلها مثل الكمون أو مثل اليانسون، لكن طعمتها كتير طيبة. نكهة الكراوية مع ورق العنب، طبعا نحن عم نحكي هذا يعني ذوق، لكن هو اصلا بالاساس ما بتحطوا له كراوية، بس انا جربتها بالكراوية، نكهة الكراوية مع ورق العنب شيء رهيب. جميل، بس هيك وانا صراحة احب اللي فيها حموضة كذا، الورق العنب اللي يجي حامض. لا هذاك عم تحكي الحامض اللي هو بارد، يؤكل بارد. هذا ما يؤكل بارد؟ لا هذا ما يؤكل بارد. ما يؤكل بارد، يعتبر طبخه. ايوه هذاك اذا كان سخن بضرك، بيعمل لك حرقه. ما هو اسمه ورق عنب بالزيت، اي شيء بالزيت، لما تقول مثلا لوبي بالزيت، المحاشي بالزيت، ورق اسمه هذا الفاصوليا بالزيت، كل هالشيء بالزيت لازم تاكله بارد مسقع مثل المعبلات. جميل. أي. طيب الان عندنا طبعا ما زلنا احنا مستمرين معكم مشاهدين، نذكركم الرز هذا كيف وضعه. الله اكبر، كيف محسنون يا ناس، خذوا صوره، لازم تاخذوا له صوره، مخرجنا لازم ناخذ له صوره. نقلبه شوي، نقلبهم. شوف هيدا الرز مع الخضره، فيك تقدمه اذا بدك مع الدجاج المحمر، فيك تقدمه مع المشويات، مع السمك المقلي، مع حتى ساده فيك تاخذه مع اللبن العادي. كثير طيب ورائع هيدا الرز. نقدر نضيف له انواع ثانيه من الخضار مثل باذنجان؟ لا شوف، اذا فيك تضيف له، انا هون عندي البروكولي، بس اذا ضفت البروكولي لهيدا النوع من الخضار، البروكولي نكهته بتسيطر. يعني كيف الثوم، لما تحط الثوم مع اي شيء، الثوم اللي بيبرز البروكولي، لانه نكهته صارخه او نكهته قويه، بيسيطر على كل الانواع اللي انت حاططها، بالرغم انه اذا بتتناول لحاله شو كيف ما تناولته، مشوي ولا مسلوق، مقلي، لا مقلي بيروح من قيمته، مفيد جدا، وهذا بيوصفه ليقوي جهاز المناعه. كل اذا بتاخذ منه مرتين بالاسبوع هذا البروكولي، باي طريقه اخذته، شوربه اخذته، مقلي مش مقلي، مش مسلوق، مشوي، جهاز المناعه باذن الله ابدا ما بتتعرض له 100 سنه. سبحان الله، فعلا جيد، اكثر من جيد. طيب احنا ايضا كمان نقول لكم اللي يعاني من عدم مقدرة على الصبر في نظر لهذه المأكولات الشهية، عليه بالبردقوش. ونطلع الآن إلى فاصل إعلاني ونرجع لكم إن شاء الله بعد الفاصل. الله الله بالبردقوش. هذا البرنامج برعاية رز الشعلان، من زمان أحباب، قصر الأواني جهتك الأولى للتسوق، مطاعم ماريز التفرد بالطعم والمكان، كنود إبداع أكثر، الوكلاء شركة أحمد عبد الواحد. سلسلة معارض قصر الأواني إحدى شركات إبراهيم محمد السيف، صالات عرض على مساحة أكثر من 5000 متر وأكثر من 50,000 صنف. قصر الأواني، وجهتك الأولى للتسوق. نسعد بزيارتكم أو اتصالكم على العناوين التالية. منذ 60 عاما ومائدتنا كما هي، غنية بالوفاء والحكاية والحب، وطبقنا الذي لا يفارق لحظاتنا، وكبرنا
وكبرت سفرتنا عامرة بالسعادة، ويبقى أرز الشعلان عنوان الجودة والطعم الأصيل. أرز الشعلان من زمان أحباء. مطاعم ماريز، التفرد في الطعم والمكان. مطاعم ماريز واحة لكل عزيز. مطاعم ماريز لحفلاتكم وولائمكم. مطاعم ماريز، الرياض، طريق الملك عبد الله أمام صحارى مول. www.mariz.com.sn. مطاعم ماريز، التفرد في الطعم والمكان. إنه يقطع ويطحن، يعصر ويعجن، يخفق ويفرم، يخلط ويصنع باستا وآيس كريم وأكثر من 30 وظيفة أخرى فعالة. جهاز المطبخ المتكامل من كينوود، إنه يفعل كل شيء. كينوود، إبداع أكثر. اهلا وسهلا بكم، بعد الفاصل رجعنا لكم في حلقة الجماهير مع رز الشعلان من برنامج أطايب. برنامج أطايب اللي انتم تتواصلون معنا، نشكر جميع اللي تواصلون معنا في حساب انستغرام، لان فيه مشاركات جميلة جدا، وفيه ناس معجبتهم صور الاكل والطبخات اللذيذة الشهية. عندنا طبعا الان ما زلنا نرجع لموضوع الرز بالخضار مع ابو كريم، وورق العنب مع الجوانع. مشينا على الجوانع ولا الريش؟ مع الريش، عفوا. انا ابغى، انا لازم اضبط الكلمه اللبنانيه صح، فقلت الجوانع. شو اللي لازم تقول؟ جوانع، اسمها جوانع. ايه جوانع كذا اللكنه اللبنانيه. اوكي، نحن نرجع نقول نحكي عن الورق العنب. نحن طبعا ما فينا يعني نلف طنجره ورق عنب ونطبخها ونفرجيها للمشاهدين بكل هذه المراحل، تاخذ وقت، لكن نفس الوقت ما بنتجاوز ولا بنلغي اي مرحله. قلنا نحن حمرنا الريش، حضرنا الحشوه، ممتاز، عملنا اكثر من حبه لنوصل الطريقه كيف عندنا اكثر من خيار ورق عنب، بالاضافه للشيء الاساسي كمان هو المرق. عندنا هذا المرق حلو، من بعد ما نلف يلي بدنا نلفه او المقدار اللي احنا بنشوف انه بحاجه له، بنغطي اخر دور بقليل من ورق العنب بدون ما نلفه، وبنطب صحن صغير فوق ورق العنب حتى يمسكها، وبنتركها على نار هاديه وما تفلت. على نار هاديه، لما تغلي بنخفف النار بحاجه. كم المده تقريبا؟ لساعة ونص على الاقل بعد الغلي. ايوه، ساعة ونص على النار خفيفه، يعني يا دوب درجه الحراره، يا دوب ترتعش الصلصه. درجه الحراره خفيفه، يعني اخف شيء، يعني هون عندي انا مثلا من الواحد للتسعة مثلا. اوكي، نحط عندي 1 2 3 4 5، بحطها لما تغلي بنتقل من اول من التسعة. لما تغلي بنزل على طول الواحد. للواحد او اثنين، ماكسيمو اثنين، عرفت كيف؟ ممتاز. لا تنضج وتصير حبة. طيب ورق، لو ارفع درجة الحرارة ما تنفع؟ لو ايش؟ لو برفع درجة الحرارة هتفتح. كيف تفتح؟ هتتفتح ورقة العنب. يخرب يعني. ايوه، حيصير يعني عندك شوربة. كذا ناس كثيرين ما يعرفوا ايوه يضبطوها. خاصة المحاشي بالذات، المحاشي بالذات، لأنه ما أنت الكوسة مثلا حاططها محشيها رز ولحم. ايه. ضغط على الحرارة بصير ترتعش وتتفكفك وتتكسر، بصير شوربه. سؤال حلو، ممتاز. رح ننتقل نحن هلا لشو قلنا. شوف، هيدا من الضروري كمان معلومه كثير مهمه. نحن سكبناه وتركناه بحراره الغرفه او بحراره المطبخ، وبالتالي مثل ما ملاحظ صار شكله جاف. عندنا بهيدي الحاله اختيارين، اما نسقيه بالمرق فوق منه، او اللي ما بده مرق مثلا بقول لك انا مرق ما بدي، في عندي خيار ثاني اللي هو ايش؟ هو رذاذ الزيت. رذاذ الزيت، رذاذ الزيت، رذاذ البقر، الزبده، وهذا الاويل. بكل بساطه هذا زيت هون ولا ايش؟ لا، هذا زيت ذره. بكل بساطه رشي بسيطه قبل التقديم، شوف بس اعطيته اللمعه، وبنفس الوقت ما اثرت على الطعم الاساسي تبعه. وفيك تستعمل اذا ما عندك، مش متوفر، بكل بساطه بالفرشاي او قليل بملعقه بتسقيه ليضل اللمعه، لانه العين بشكل عام دائما
قبل البطن بتاكل. صح صح صح، عشان كذا انا الان داخل جو ثاني. طيب ابو كريم حبيبنا، الزينه في زينه اللي ليش معنا وقت معود انت الزينه على كم كم باقي معنا وقت شباب؟ خمس دقائق. حلوين خمس دقائق حلوين، بنعمل نوع او اكثر. ايش بنصلحنا؟ انت زينه الشباب، انت زينتنا. تسلم تسلم انت، فيك البركه حبيبنا الله يسعدك. يلا نبدا ابو كريم، ايش بنزين اليوم؟ والله انت شو بدك جيب؟ يعني نجيب لك جيب حب طماطم، جيب فلفل، بس تكون تكون قاسي، اهم شيء تكون قاسي. طيب قاسي يعني متماسكي. حلو، نجيب لك هذه، نجيب لك الطماطم. ها يلا وانا بجيك الطماطم. الطماطم يا ابو كريم، الطماطم 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 يا ابو كريم الطماطم، نبغى نزبطها بالزينه ونعدلها للوجبة. الله شوف كلمات من جنب بس يعني انت الحربة. انت وين الخبى؟ وين الخبى؟ انا حاربني من 10 سنوات وهو يقول لي لا لا تنشط صوتك معي. شفت كيف؟ انا بدي احكي مع سهيل وما دخلت له كيك الموز. يا سلام كيك الموز لا خلاص تصادر عليه. حبه الطماطم حلو هيدي ممتاز. في عنا نعمل لأنه شوي طري ممكن نشكل فيها نعمل منها. شوف غيرها إذا طري. لأن هذا بشغل حبة الفلفل الأصفر وبننتقل لحبة الطماطم بكل بساطة. رح نشتغل بهذه حبة الفلفل بهذا الشكل مع أخذ بعين الاعتبار إنه اللي عم نحوله لزيني نرجع من حوله لشيء يؤكل، نطبخه أو نحطه بالفتوش أو سلطة إذا كانت خضرة. السلام. هو غالبا تشكيله الزينه تجي زوايا ومثلثات لا ما انت بدك يعني انت هيدي الان سبحان الله حبه الطماطم هي نفسها بصير شكلها ورده. يا سلام هي نفسها يعني عمليه انك انت كيف تشتغل فيها. حلو كمان من القرع من البطيخ من الشمام. يا سلام على الشغل، ترى جعانين يا ابو كريم، استعجل علينا على المشاهدين كمان. شوف الآن فتحنا كل واحدة اثنين غدا غدا منشيل هذا الجزء السفنجي من الداخل وبنبدأ نقطع بهذا الشكل. نحن لناحية الكاميرا أهم شيء هذا الجزء هذا الجزء الصغير القشري أصلا هيدي لما تشويها بالفرن لما تحط عليها رداد الزيت تشويها بالفرن بتطلع كيف قشرة الطماطم. أيوة. قشرة خفيفة لا بتنفع يعني لا بتنفع ولا بتضر، لكن هذا الجزء أنا رح شيله هلا أو مش رح أفصله عن اللب بهذه الطريقة. شوف يعني لما فصلنا هيدا عن هيدا الآن لما تعمل هيدا كله وتنقع هيدي بالثلج المي المثلجة حتفتح سبحان الله حتتفتح وتصير شكلها كالوردي. يا سلام كالوردة يا فلفلة. أنا باخذ راحتي اليوم ما دام مدحت النشاد. أيوة راحت على إبراهيم النقيب محمد عباس خلاص سوف أكل عليهم القوة يا أبا كريم. شوف براس السكين ترى باقي معنا دقيقتين أبو كريم بس بس ما حنعمل شيء بالطماطم يعني بس طيب خلاص نخلي الطماطم إن شاء الله حلقة قادمة. أوكي أهم شيء ما تخرب. يا سلام انا برجع الطماطم اللي هنا وباقي لنا نسكب الرز. ايوه وين الرز؟ نسكب الرز. الرز 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 خلاص كذا جاهز ابو كريم؟ مش هيدا الرز لا هيدا ما جاهز الرز يلي نحن اصلا سويناه وفرجينا المشاهدين انه راح نسوي مثله يلي بتنجي على جنبك هونيك وين؟ هذا؟ ايوه يا سلام. طيب اجيب الصحن حق الرز. ايش تبغى اي شكل يا ابو كريم؟ طال عمرك هذا اعطيك راح ترس. اوكي هنا واحد. يا سلام يلا عنك. اوكي وين ملعقه الرز؟ وهذا ملعقه للرز يا طويل العمر. سم سم الله عدوك. يا سلام يا سلام يا ابو كريم. وهذا الان الرز بالخضار جاهزين ان شاء الله ان نبدع لكم في أحلى وجبة وأجمل وجبة
من يدين حبيبنا أبو كريم. هلا والله. والشيف أخوكم إيه ليلى البلوي، ما يجي اسمي باللبناني بس نحاول. تمام كذا احنا قاعدين الآن نسحب من الرز. يا أبو كريم ايش سويت معنا في والله على عبرك انا الله سويت سله، استغليت الوقت الدقيقه الباقيه لهيدي حبه الفلفل. على فكره بتعرف شو فيك تقدم فيها هي حبه الفلفل هليل؟ هيدي اذا بكره او بعد بكره ان شاء الله الحلقات الجايه او اي حلقه حتى ما نحدد وقت تعمل سله من هيدا الفلفل. حلو. شو بتحشيها؟ ملفوف فتوش. فتوش يعني لك اذا عندك مثلا حفله اطفال بصير شكلها لما نحشيها فتوش بهذه الطريقه، يلي الاطفال بشكل عام ما بتحب الخضره. طيب انا عندي فكره يا ابو كريم. تفضل. ايش رايك بالفكره هذه؟ خلينا نجرب. ايش رايك نحط فيها ورق عنب؟ يلا والله. نجرب؟ يلا نجرب. يلا خلينا نجرب. ما شاء الله عليك فنان انت، انا بقول لك فنان. لا نحطها كذا يا ابو كريم عشان تكون مضبوطه كذا. ها نقدمها للابطال الأطفال الحلوين. يا عيني عليك شو شاطر. يا سلام يا سلام يا أبو كريم. أيوة هذه براءة اختراع. مبدع. أي واحد يسويها مبدع. بدون إذن راح أرفع عليه قضية. أيوة بدون ما يهزم أي واحد يسويها بدون ما يهزم أرفع عليه قضية. أوكي. شفت كيف يا أبو كريم؟ ممتاز. شفت كيف يا أبو كريم؟ أوكي بعد واحدة هون. شفت كيف يا أبو كريم؟ لا بقى بعد بنحط في النص كمان يا أبو كريم. يا سلام عليك يا سلام. يا سلام كما تمام 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 ونحط كمان كذا. اوكي كذا الله الله يا سلام. يعني انت اليوم ابدعت. وهيدي هي السله. بس بطل قطع بلا بنت اكلت لي. اوكي هيدي سله ورقه العنب تبع الشيف هليل. يا سلام وصحتين وبالعافيه يا جمهورنا. وكانت هذه آخر فقرة في حلقتنا اليوم لحلقة الجمهور مع رز الشعلان، ونقول لكم تفضلوا معنا ونشوفكم على خير. مع السلامة. كمان بنقول نحن من قطايب أو من كافة فريق عمل بقطايب بيرحب بأي ملاحظة بتحبوا توجهوها للبرنامج سواء كانت سلبية أم إيجابية. كمان بنقول إن شاء الله دائما نكون عم نتوفق باختيار وجباتنا هي اللي عم نقدمها، ونحن حريصين نرضي أكبر عدد من المشاهدين. وأهلا وسهلا فيكم دائما بنقولها من قطايب، وكذلك تحية من كافة فريق العمل. بترككم برعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Da 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 da